أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مرو اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي يسقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفاء معلن عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت